لله رب العالمين حمد الشاكرين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأحباب الكرام، نحن في درسنا هذا مع أسماء الله الحسنى وصلنا إلى اسم الله العزيز. يقول المؤلف حفظه الله تعالى ورحم علماءنا أجمعين: العزيز هو الغالب الذي لا يغلب، والظافر الذي لا يقهر، وهو الذي لا مثيل له، وتشتد الحاجة إليه، وهو القادر القوي الذي لا يوصل إليه ولا يمكن إدخال المكروه عليه. روى الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل بالحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هذا ومن آداب من عرف الله عز وجل أنه هو العزيز أن يعز أمره، أن يعز أمره بالسمع والطاعة. وأما من استهان بأوامر الله تعالى فمن المحال أنه تحقق عز وجل، نعم، أنه تحقق بهذا الاسم. ومن عرف أن الله سبحانه وتعالى عزيزا طابت نفسه بما يجري عليه من قضاء الله وقدره، فإذا منعه شكر، وإذا ابتلاه صبر، فالقلوب مجبولة على الانقياد للعظماء والأعزة والخضوع لأحكامها بالقلوب والجوارح. ومن عرف أن الله عز وجل هو العزيز لم يعتقد لمخلوق إجلالا، ولم يشعر بالهوان عند رؤية مظاهر الفخامة والضخامة والغنى والشرف والقوة، بل اعتقد ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري. يقول صلى الله عليه وسلم: جعل الذلة والصغار على من خالف أمري. العزيز هو الغالب الذي لا يغلب. الله سبحانه وتعالى هو العزيز الغالب الذي لا يغلب، ولا يمكن لمخلوق أن ينال من الله سبحانه وتعالى العزيز. وهو الظافر الذي لا يقهر، وهو الغالب وهو الظافر، وهو الذي لا مثيل له، وتشتد الحاجة إليه، وهو القادر القوي الذي لا يوصل إليه ولا يمكن إدخال المكروه عليه. فهذا هو الله سبحانه وتعالى العزيز. ولا عزة للعبد إلا بأن يلتجئ إلى العزيز سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ينادي عباده: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. من يستطيع أن يوصل ضرا إلى الله سبحانه وتعالى؟ هو الغالب وهو القاهر
وهو العزيز وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، فلا هذا ولا هذا. فلا يستطيع إنسان يقول والله أنا بدي ساوي معروف مع الله أو بدي أنفع الله بهالمسألة، هذا لا يمكن أبدا، لأنه سبحانه وتعالى هو الجبار وهو الملك وهو القاهر وهو على كل شيء قدير. فهذا وصف العزيز سبحانه وتعالى. إذا عرف العبد أن الله سبحانه وتعالى هو العزيز، وإذا عرف أنه هو الضعيف، إذا عرف العبد أنه هو الضعيف وهو المملوك وهو المقهور، فلا نجاة له إلا بأن يلتجئ إلى العزيز سبحانه وتعالى، وأن يقدم كل ما يستطيع من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى. فماذا تستطيع أن تفعل؟ وأحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى أن يفعله العبد هو أداء الفرائض. أحب ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى هو أداء الفرائض. أدي الفرائض تكن أعبد الناس. أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى أن يقدمه العبد هو أن يقدم هذه الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. ثم بعد ذلك إذا أردت أن تكون مقربا من العزيز، أن تكون مقربا من ملك الملوك، فأدي بعد الفرائض تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل. وما من فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى إلا جعل من مثلها نافلة. فالله سبحانه وتعالى فرض الصلوات الخمس وجعل من مثلها نوافل. فنحن نصلي الفجر ونصلي ركعتين سنة قبل الفجر، ونصلي الظهر ونصلي أربعا قبل الظهر، أو اثنتان قبل الظهر واثنتان بعد الظهر، وكذلك في العصر وفي المغرب وفي العشاء. هنالك صلاة الليل من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، أن يقوم العبد ويصلي من الليل ما يستطيع. إذن هذه لما يريد العبد أن يتقرب من الله سبحانه وتعالى فإنه يؤدي الفرائض ثم يتقرب إلى الله سبحانه بالنوافل. هنا أيضا مسألة في فرائض، هذه الفرائض إيجابية، والفرائض الإيجابية هي التي يقول فيها العبد، يقول فيها الله سبحانه وتعالى افعل، أدي الفرائض. هنالك الفرائض السلبية التي نهانا الله سبحانه وتعالى عنها، فنحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأداء هذه الفرائض التي فرضها الله تعالى بتحريمها. فالله سبحانه وتعالى حرم الربا، نحن نتقرب إلى الله عز وجل بترك الربا، ونتقرب إلى الله عز وجل بكره الربا، ونتقرب إلى الله عز وجل بألا نتعامل مع الربا. وكذلك الخمر حرمه الله تعالى، فنحن نتقرب إلى الله عز وجل بترك هذه المعصية. وكذلك كل حرام حرمه الله تعالى، فنحن نعتقد بأنفسنا أننا نتركه لوجه الله سبحانه وتعالى. وكذلك هذه النوافل فهنالك مقابلها يعني مكروهات، فلا ينبغي لنا أن نقع فيها. فانظروا، يعني يقول من آداب من عرف أن الله تعالى عزيزا أن يعز أمره، تعز أمر الله، تعز أمر الله سبحانه وتعالى، تعظم أمر الله، تعظيم أمر الله
من شعائر القلوب ومما يحبه الله سبحانه وتعالى. تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى هذا يعني ضربكم مثال. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تتصدق، والدرهم الذي تريد أن تتصدق به كانت تنظفه وتعطره، وتقول أن هذا يقع في يد الله قبل أن يقع في يد السائل أو في يد الذي أتصدق عليه. من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا علم أن هذا حراما فلا يقرب إليه. الأمور أضربكم مثال أيضا، نحن نعتقد أن مس المصحف لغير المتوضئ، لغير الطاهر أو للجنون يحرم ذلك، نعتقد ذلك. مرة أحد مشايخنا كان بقربه المصحف هكذا مفتوح، فلمسه هكذا ما في لحظة، ثم رفع يده كأن يده مست يعني سلك كهربائي، فرفع يده مسرعا، وكنت أنا على يمين على يمين. ماذا؟ قال أنا نسيت إني ما نبض، نسيت. فلما لمس المصحف رفع يده هكذا كأنه يعني مسه شيء من الكهرباء فانتفض هكذا. تعظيم شعائر الله بكل شيء، يعني نحن نؤدي هذه الفرائض ونستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى. لذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول: لا تنظر إلى عظم إلى صغر المعصية، قل هي معصية هي شغلة بسيطة، ولكن انظر إلى عظيم من عصيت. لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظيم من عصيت. والحسن البصري من التابعين كان يقول يعني إنكم تعملون أعمالا، هذه الأعمال يعني في نظركم أنها لا شيء، وكانت في نظر الصحابة من المهلكات. فلذلك المؤمن دائما بحسب ما يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى بقدر ما يبتعد عن كل شيء حرمه الله تعالى. من آداب من عرف أن الله تعالى عزيزا أن يعز أمره بالسمع والطاعة. وأما من استهان بأوامر الله تعالى فمن المحال أنه تحقق بهذه المسألة، من المحال أنه تحقق بأن الله سبحانه وتعالى هو العزيز. ومن عرف الله عزيزا طابت نفسه بما يجري عليه من قضاء الله وقدره، فإذا منعه شكر وإذا ابتلاه صبر. طالما أن الله سبحانه وتعالى هو العزيز، وطالما أن الله سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير، وطالما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر وقدره سار وما قدر كان، فإنه سبحانه وتعالى فإن العبد ينظر إلى ذلك على أنه هكذا أمر الله، وإذا أمر أطعنا، وإذا جرى القضاء نحن لا اعتراض على أوامر الله سبحانه وتعالى. ومن عرف الله عزيزا طابت نفسه بما يجري عليه من قضاء الله وقدره، فإذا منعه شكر وإذا ابتلاه صبر. فالقلوب مجبولة على الانقياد
للعظماء والأعزة والخضوع لأحكامها بالقلوب والجوارح. الله سبحانه وتعالى خلقنا عبيدا وضعفاء، والضعف هو مادة العبودية، فطالما أننا هكذا فإننا نستقبل قضاء الله سبحانه وتعالى بالصبر والرضا. هذا عدا أنه من ناحية أخرى إذا أصابنا الخير فإن المؤمن يشكر، وهذا ما قاله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر، وليس ذلك إلا للمؤمن. هذه ميزة خاصة للمؤمن، إذا أصابته السراء قال الحمد لله، إذا أصابته الضراء كان من الصابرين. نعم. ومن عرف أن الله تعالى هو العزيز لم يعتقد لمخلوق إجلالا ولم يشعر بالهوان عند رؤية مظاهر الفخامة والضخامة والغنى والترف والقوة، بل اعتقد ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري: جعل الذلة والصغار على من خالف أمري. دائما العاصي فإنه يكون في حالة ذلة، خاصة إذا رآه الناس، إذا رآه الناس تجده يضمر أكثر ويستحي أكثر، هذا إذا كان فيه إيمان وفيه حياة. أضرب لكم مثلا العز بن عبد السلام كان يسكن دمشق، فلما يعني الصليبيون سيطروا على دمشق خرج وتآمر معهم من كان يعني من الحكام. السلطان أيوب كان في يوم العيد، فتعرفون بالعيد وأبهة العيد ومظاهر العيد والثياب والخدم والحشم، جاء إلى صلاة العيد ثم خرج ودخل إلى قصره ومعه الجند وقادة الجيش محيطون به من اليمين والشمال، وبدأت الوفود تدخل عليه وتسلم عليه وتهنئه بالعيد. فالعز بن عبد السلام صلى العيد ومر، وإذا هنالك حوانيت دكاكين قد فتحت وهكذا علنا، خاصة صباح عيد يعني يريدون أن يسوقوا لتجارتهم. وجاء إلى السلطان ودخل على السلطان. السلطان كان يعني جالس في كما يقولون في سلطانه وفي قصره وفي عزه، فدخل العز بن عبد السلام وقال: يا أيوب، يا أيوب، من غير مقدمات، ما قال أيها السلطان أيوب، ولا قال يعني أيها الملك، ولا من دون تعظيم، يا أيوب، أأنت أمرت أو أذنت بحوانيت الخمر تباع هكذا علنا أمام الناس؟ أما تعرف أن هذا مما حرم الله تعالى؟ وإذا بأيوب يعني الذي آخذ كل مجد ومنتفخ مثل، وإذا به يهمل ويقول: هذه ما أنا أمرت بها ولا أزنت بها، وإنما هذه فتحت من عهد أبي. فقال له: أنت من الذين يعني تقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، أنت من هدور الناس. فما كان من أيوب إلا أن قال:
بل نأمر بإغلاقها. ومن ساعته أصدر أمرا بإغلاقها وأرسل جندا ليغلقوا هذه الخانات والحانات التي تبيع الخمر. فلما خرج العز بن عبد السلام من عند السلطان أيوب قال له من معه من التلاميذ، قالوا يا أيها الإمام كيف تجرأت أن تقول هكذا للسلطان، يعني تقول له يا أيوب هكذا من دون؟ قال والله لما دخلت عليه استحضرت عظمة الله سبحانه وتعالى، فما نظرت إليه كأنما أخاطب إنسانا عاديا، أو كأنما أخاطب يعني كما ورد في رواية أنني أخاطب قطا. ما عاد تلك العظمة أو المهابة، لأنني آمر بطاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا تكون يعني نفسية المؤمن ممتلئة بإجلال الله سبحانه وتعالى وتعظيمه سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزنا بعزته، أن يعز الإسلام، أن يعز المسلمين. والله يا إخواني لما المؤمن يكون عزيزا بالله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يعزه في الدنيا والآخرة. اللهم أعزنا بعزتك يا رب العالمين، ولنا عودة مع اسم الله العزيز، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وننتقل لك بقى في هذا.